بنزل ما بنزل يا دادا ما بنزل إلا بحلقة الماس، والماما تفصل تفصل والبابا يحول يشتري. يا عليك عليكي كتر الدلال يا حلوة انزلي، ما بنزل ما بنزل يا روحي ما بنزل، ما بنزل ما بنزل يا خيطو ما بنزل ولا تلمس بالك يا هاي الروحة كلها على بعضها. انت شو بدك بهالقصة؟ خلي اختك ام بدر هي اللي تاخذ وتعطيه. لا سيدي، بكره بدي اروح انا وياك ونروح نشوف عمي ابو صلاح. مين ابو صلاح؟ لو مين ابو صلاح؟ عمي العم ان شاء الله شباك. ايه صح مظبوط، بس انا عم خربت اني بين صلاح وصالح. لا بكره بنروح لعند عمي ابو صلاح وبناخذ لهم شوية هدايا وبناخذ قطعة قماش لعمي وقطعة قماش لمرت عمي. حرام تكسر بخاطرهم. كل هالقد معك مصاري ولك لمس؟ ولكن انت ما تاكل هم المصاري، المهم انه يكونوا رضيانين. طيب شو بدي اقول لك؟ انت اعطيني هي المصاري وخلي اختك ام بدر هي اللي تتكفل بالقصه احسن لك. لا، حنروح بكره انا وياك. لك انت ليش هيك كل هالقد مدلوع عليهم؟ لك بخاف ما يعجبوك الجماعه، ما حلوه. ابدو بكره ارجع لك. يلا يلا شو صار معك هون؟ يلا. لك شو عم تساوي؟ اهلين لمس اهلين. أحلى أبو بدر، هلا والله، حي الله. إي والله. لك ليش هيك معتب حالك؟ ما كان في داعي لهالشغلات. مين قال لك إني شايبه يا إله؟ شبك أماني هدول. شبك. لك شبك أبو بدر، شبك أبو بدر. ما في شي ما في شي، فوت لقلك فوت. عمك مات؟ خلصي وبعرفه، خلصي وبعرفه. أنا ما لك ما مات ما مات، بس ريقان. امتى؟ اليوم. فوت فوت لك فوت هلا فوت. شو الحكي؟ تعال تعال لك فوت. اتركني اتركني. ايش اتركني؟ لك اتركني يا بدر. لك فوت هلا لك فوت لك. يلا يلا الله شو عم حكي يا بدر؟ اتركني كنت روح علي ما علي السودان بهالخبريه. لك لا لك يا لمس شو هالحكي هذا؟ انا قلت لحالي بتقعد بتروق دمك، اشرب لك كاسه شاي بعدين بتروح، ومن شان هدول الاغراض لا تهكل الهم. بكره بخلي اختك ام بدر توصل لهم ياهم. يا حرام يا حرام. لك ما معه حق دواء. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك، نعمل له لمية؟ يا باصي، يا مين بدك تعمل لمية ولا ام بدر؟ هدول الجماعة صاروا اهلنا يا باصي، بدك نشك علي؟ شيك، شيك يا شوف. هاي ديرة، وهي ديرتين كمان، خلوهم يجيبوا، شيك، خليه يتبحتروا كمان. لك شو هالك؟ الله يجزيك الخير يا لمس. ما شاء الله عليك، والله هدول الجماعة رح يرفعوا راسهم فيك. يا كم هدول أهلي، بعدين المثل شو بيقول لك؟ أهلك لو على كوك ما بيبلعوك. شو ها؟ ليه جبت؟ لك أخي طالما تعافى الرجال وزال البأس عنه، ليش لحتى ما تروح أنت والنمس لعنده ليش؟ لك يا أخي هو يعني ما تعافى تعافى، يعني لساته شوي مخسته. لك والله شيلك اياها ابدو، لسه تعافى ما تعافى مخستك ما مخسته. خليه يروح يسلم على الزلمه، مي حلوه. لك اسمع يا لمس، يعني ما نروح لعنده قبل ما يتعافى ويرفسه، من شان ما ننعدى. بعدين هو كثير مبسوط منك، قال لي شو هذا الصار اللي بيرفع الراس؟ الحق؟ هيك قال لك؟ انا ما بحلف الا بالطلاب، ولا تخليني احلف. اسمع اسمع. يا سلام. على الحق شو بدي اسالك؟ لك لمس انت شو عم تشتغل هلا؟ شو عم تشتغل؟ ما بتعرف شو عم بشتغل؟ لا والله ما بعرف عم بشتغل. بتعرف شو عم بشتغل؟ عم بشتغل بشو اسمه؟ هنيك بلاي بشو قول هان؟ مالك جريان؟ والله على الحال كل عالم تاني جربوا العتالي شو عم تشتغل؟ يعني شو قول هان؟ شو بدي اشتغل يعني؟ ما طلع كثرة هالغلبة هي تبعها، فعلا طبع عليك المثل، قالوا لك كثير الغلبة نص الدنيا إلك، قال له النص الثاني يمي. مش هيك لشوف، مش هيك وانت مساكت. خلي اختي ام بدر تاخذ لهم اياها للجماعه وتقول لهم هي من صهركم، هيك؟ خلص بس هي ليش هيك مشوقه من هون ومطوش منها شقفه؟ وانت شو دخلها؟ انت بدك تاخذها؟ خلي اختك ام بدر تاخذ لهم اياها واسكت. ام بدر مرتي يا اخي، اختك ام بدر. شو بك لك ام بدر؟ شو بك مهموم مالك على بعضها؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني ما الحالة انا اللي واصل لها، يعني شغل ما في وغلا، وانت ورطتوني في العده ولحشتها بالدكانه. اسمع لك لمس، اسمع اخي معناتها مالك غير الشيخ مسعود. مين هو هذا الشيخ مسعود؟ بركاته،
بركاته. يا بدر امشي لهلاك. لا تاخذونها يا شباب حالي اسعافيه رح يعجبك كثير الشيخ. ارتاح بدر ارتاح لك ايه مكفول ومضمون. عود عود بسم الله. مرحبا شيخي. وعليكم السلام عندي اقول لك. الله يعطيك العافيه يا شيخي. عمي بقول لك قتات لك قتات لك كنت. اعمل لك انا وسهلا فيك احكي شو قصتك يعني لا تضيع وقت. ليش هيك عم يحكي هذا؟ شو ليش ما فهمت عليه ولا كلمه؟ بدر هيك عم يحكي مع اسيادنا بيحكي اسيادنا هيك. انت شو رح تفهم عليه؟ لك ايه انا هيك قبرتهم لغات احيانا. والله يا شيخي شو بدي اقول لك؟ والله حالتي بالويل مهموم ومغموم والرزق ناقص وقعان وفرطه حايص ولايس ماني عارف كيف بدي اطلع منها. ايه بقول لك شو الرزق ناقصك عمي؟ الرزاق الله. وبيقول لك كمان انت ما كنت بزمانك تشتغل بوابيري؟ وبيقول لك كمان انه هلا قاعد لا شغله ولا عامله وفتحت دكانتك حلاقه هيك عم بيقول لك ورفقاتك بعد اشتغلوا فيها. ايه والله يا شيخي هن اللي ورطوني. ايوه معناتها انت جاي لعندي شيخ هلا مشان الحجاب مشان يفك عنك الهم والغم والاحزان هيك ولا مو هيك؟ ايه والله يا شيخي. ايه بس بحب اقول لك يعني انه الحجاب بيكلف ليرتين وإلك يعني اكراميه بليره. كتر خيرك يا شيخي. عم بقول لك لا شكر على واجب وتكرم عيونك هيك عم بقول لك وانه بكره او بعد بكره بتيجي تاخذ الحجاب. بده وقت كثير بده وقت تيسر ابدا روح الله ييسر لك. يلا السلام عليكم. تعال عندنا تعال شوف لك شو اعطينا المعلوم. شو المعلوم؟ لك المصاري. مصاري هو ما بياخذ مصاري بس مشان الفقراء والمحتاجين وذوي القربى. وذوي القربى الله معك عليك. لا تهون 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 لا نمس شوفوا لك طول بالك شباب. هاي العده شو اللي عم تدكاني بلاتوني فيها بتشيلوها فورا عم بزي راسي فوسيه. خلاص ما تاكل هم باذن الله رح نشيلها ونبيعها. بس قل لي انت هلا وين بصير دكانه عمي ابصالي؟ مين ابصالي؟ مين ابصالي؟ ابوها للحرمه اللي بدنا نتزوج لسون سيت اللي بيشتغل. صحيح والله شو كان يشتغل؟ مشتغل لك احكي شو كان يشتغل؟ بنشد 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 سبحان الله شغلتي أبر عن جد بنشد مثلي يعني والله. وين الدكان اللي بنشد فيها؟ هون بالحارة. وين 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 بالحارة؟ والله سيدي سيدي اتركه لك نمس اتركه رايحين لحالنا انا وياك. عرفت رايحين؟ لك عرفته وعرفت دكانته وين؟ صرنا اثنين. شرف نمس ابدو شوفك عند عمي ان ابعد لجوها. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله. عم بيقول لك شبك مو على بعضك هيك عم بيقول؟ لا لا ما في شيء بس هيك صاير معي شغله صغيره بس بدي اطمع صار الحشا. صار الحجاب وصار الشغلة عم بيقول لك مو منيحة عامل فصل ناقص مع حدا من رفقاتك هيك عم بيقول. تركي؟ ايه خليني مع شيخي هيك يطكي بدي احكي معه كلمتين على انفراد على استفراد. عم بيقول لك اني روح. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي انا في واحد من اصحابي عم باخذ منه مصاري على اساس انه انا اروح اخطب له يا انا يا مرتي يدبر له عروس وانا تورطت بهي القصه وضليت اسحب منه ليره ورا ليره ليره ورا ليره ليره ورا ليره ولا لي ادري لا اروح اخطب له ولا جوزه ولا اعمل له اي شيء. يخرب بيت انت عم تصصب علي ولك يخرب بيت انت ولك عن نمس اللي ما بتسمع فلاش ولك انا يلي جاي الدنيا كلها ولك انا اللي ما حدا بيطلع له معي انا اللي مفتح الشعب كله على رجليها انت بتعمل هيك فيي انا بس والله واللي اسمه والله لا يخرب بيت انت يخرب بيت انت يا عم ولك انا اللي
اللي ملاعب الشاب والدنيا كلها على اصابيعي، انت جاي تنصب علي ولك على النمس اللي ما بتشبه فلس. ولك يا نمس انا ما نصبت عليك، بس انت كنت تخجل لي كل شويه والثانيه تعطيني ليره مشان اعطيها لفوزيه تروح تخطب لك، بس انا ما كنت استاذي روح الا لفوزيه لانه انا بخاف. ولك ليه ولاي ان شاء الله ليش ما قلت لي من الاول؟ ولك انا كل اللي بدي اياه كان اتزوج وجيب ولد وبالحلال. ولك شو بدي اياك اللي علي الله لا يوفقك يا بدر. لك انا والله ما قصدت، بس انا ما كنت استشهد قدام فوزيه اخي. خلص لا تاكلهم، انا مصرياتك رح ارجع لك اياهم كلياتهم على دوز باره. والكسريه فوق راسك معلوم رح تمشعون. لك فرحان فيك انا قديش المصريات؟ لك ما 20 ليره، هذيك المره اعطيتك ليره ب 19. 200 ليره 20 ليرة 200 ليرة لا 20 ليرة ما 200 ليرة ما تطلع من 200 ليرة أنت ما تطلع 200 ليرة أنا 20 ليرة بعد ولك 200 أحسن ما أفضحك بالحركة اللي ياسا فهمت ولا فهمت 200 قديش قديش 200 ليرة الله لا يوفقك يا بدر تطلع بالطابوسة بتنزل الطابوسة يا فتاح يا رزاق يا مؤسس والأرزاق يا رب يا رب الفايز من عندك يا رب أنا للهم والغم وكارك حالي هذا البوابيري. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أهلين يا لمس. أهلين أخي أبدر. أخي أبدر أنا جيت لعندك اسمه زايرتي وطلبت استسلم حقك. سامحني يا أبدر. وأنت كمان سامحني يا لمس، أنا غلطت بحقك كثير. الله يسامحك دنيا وآخرة. طول بالك طول بالك يا اخي والله العظيم طول بالك لك لمس ما صار شيء ما صار ليش هيك مهموم كل الليل؟ لك شو ليش هيك مهموم؟ انا كل ما بروح الشغل شغله بتسكر بوشي لك يا اخي ما في شيء عم يزبطني كل الشغلات عم تتاكل والله قلبي ابدو شو شو رايك نشتغل شغلي انا وياك؟ لك شو بدنا نشتغل انا وياك؟ جربنا 100 قصه وقصه وما زبط معنا شيء، هلا بدنا نرجع نشتغل، بعدين شو بدنا نشتغل؟ شغلي ما بدها مصاري وبجيب مصاري كثير خيرات الله. لك وينك لك لمس؟ وينك والله نكتب ادور عليه. سحني سحني ليكني. لك شو هي الشغله اللي بتجيب مصاري كثير وما بدها مصاري؟ لك فوزيه بليكي بحمى رح تروحي لزبوناتي شبه؟ شو بنا امزكي بلشتي تغاري مني العين تطرق على ايش على ايش بدي غار منك ايه انا معلمتك حدا بيضرب ولادي لك يا هبله لك ما شفتي صوتها لوين ما شفتي زعيقه هي ولاده هي موجوعه بدها تزعق بدها تعيط بدها تعمل كل شيء وينك تعي لعلك هلا انت مجنونه ولا هلا جنيتي لا بقى بدي اخذك معي ولا بقى بدي اعلمك هالكار خلاص خلصنا شو بنا امزكي بدي اياكي تفهمي ابو بدر خلاص بكره بنعرف كل شيء تعبان فوزيه من هنا لك شو تعبان من هنا؟ هات لي نص الحاره يا معك عمك رجلي فوق منا خلوني ننظف الحاره ما حدا قال لك تشتغل عند اهل الحاره مربطون بعدين ليش عم تشتغل دلال؟ مشان الله طلع 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 شو شو فيه خلاص خلاص بكره بنعرف كل شيء هلا هلا بدي اعرف خلاص فوزيه شو بك شو صار لك؟ انا احكي لي عم اقول لك تعبان بدي نام شو بك تبيتيني؟ من هنا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين عم بدر هلا والله حي الله اي والله عم بدر عم بدر اهلين اهلين وسهلين كيفك كيف الشغل الحمد لله كتر خير الله اي والله الحمد لله الحمد لله زعينك انا اخوك تركي بعرض ما صار بحياته هات لشوف خير ان شاء الله حلو شو رايك احنا وانت نرجع نتشارك لا اخي لا ما بدي اشارك مع حدا انا جربت الشراكه وبعرفها ما بحبها لا 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 انت 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 اسمع عرضنا بالاول اسمع العرض ما صار لمين مكان شو شري اخي منك بس بس راس المال والدكانه والمصاري ومني ومن تنكي الشغل اشو نزلت بالقصه ما بدي اشارك اخي ما بدي اشارك ما بدي اشارك لا يا بدر لك ما حلوه منك واقفه ما بدي اشارك يا اخي ما بدي اشارك ابو الناس مو 60 ناس حاموا عليك تعالينا فكروا الدكانه والقصيم بده يسوي زلمه بعمره القرص ما بيغطي السرس علينا مصاحبينه اصلا قل لي من صاحبك اقول لك من انت من صاحبك من انت أبدر قلني ما استعرفت كيفك أبدر إن شاء الله بخير أهلا وسهلا وبالناس من سرقته ناس وامشي